مارست رياضة اللي هي ملقبة برياضة الملوك، وصدقني باش تمارس رياضة المبارزة لازم تكون غني جدا في سائر العالم، لكن من نعم العيش في الجزائر رياضة كل الرياضات تمارس بالمجان، وهذا من نعم العيش في هذا البلد الطيب اللي يعني أعطانا كل شيء، الدراسة بالمجان، العلاج بالمجان، وكل هذا المجانية اللي خلاتنا احنا نقدر نقول لك من حي شعبي مواطن بسيط جدا أنه قدرت يكون عندي اسم مع نقدر نقول لك من الناس من رمقاء هذا العالم من الارستقراط دو سوموت، وهذا نقدر نقول لك صدقني هذه نعمة احنا ما راناش داركينها بما أننا عايشين فيها، لكن هي صدقني واحد اللي يخرج وكي يعني كي ترجع شوية للوراء تشوف باللي من نعم العيش في هذا البلد العزيز أنه رانا نقدر نقول لك فيه المساواة يعني ما بين المواطنين، وهذا اللي راح يفتح الفرص لكل الناس خاصة الشباب اللي يحمد التكافؤ، وكل شاب ولا كل شابة عندها يعني نقدر نقول لك من الفرصة تاعها باش تصير ناجحة ولا ناجح على المستوى الوطني ولا حتى على المستوى الدولي. رانا نشوفوا خاصة أنا نتكلم دائما من جانب الشباني ولا من جانب الرياضي، أنا نشوفوا رياضيين أبطال اللي هما أغلبهم من أحياء شعبية بساطة صاروا نجوم عالميين وراهم يلعبوا، عندهم شرف رفع الرايه الوطنيه في المحافل الدوليه، وايضا انه البروز والنجاح في كانسان كشخص، وهذا مره اخرى كل شيء راجع الى التضحيه. دائما نقولوا المجد والخلود لشهدائنا الابرار، وايضا نقول لك الفرصه المفتوحه اللي هي من نعم العيش في هذا البلد اللي نقدر نقول لك فتح لنا كل الابواب.